اهلا عشان بحضرتك عشان يا اقول لك فندم، حاجه. نورت مصر، ويعني منوره مصر باهلها واهل اهلنا الليبيين وكده. احنا كنا بس يعني يا فندم عايزين يعني الابداع العربي عموما ثقافات، تمام؟ ايه يعني انطباع حضرتك عن الثقافه اللي بيعملها الابداع العربي؟ شوف، الإبداع العربي هو ثقافة واحدة، أوكي؟ يشمل شنو؟ يشمل نقابة الفنانين، الفنانين بيشمل، وطبعا الشاعر فنان، المغني فنان، الممثل فنان، تمام. والكاتب فنان، فكل ما عنده حس فني فهو يعتبر له معنى واحد، بس هو طب فنان واحد. رأي حضرتك إن المهرجانات اللي زي كده يعني بتحسن من الذوق العربي؟ أكيد أكيد تحسن أول شيء، ثاني شيء تساعد يعني في التخالط بين دولة ودولة تانية، وبعدين احنا عارفين ان مصر وليبيا واحد يعني. العرب كلهم واحد يعني. بالضبط، اكيد. فكيف المهرجانات هذه، فاكيد بترفع من المستوى الفني، سواء اذا كانت دولة ليبيا او غير دولة ليبيا. طيب الفن عموما ثقافة، والثقافة دي من الثقافات الراقية جدا. أنا على فكرة بنقدم برنامج اسمه ثقافة مصر، فبرضه يعني لو تقدري حضرتك تقولي لنا برضه الثقافات اللي موجودة. احنا عندنا في مصر هنا، مثلا عندنا في مصر الـ في مدارس في الإبداع يعني في شعبي وحاجات زي كده. انتوا حضرتك في ليبيا في قبائل، وفي يعني أكيد في مدارس فيها. شوف، نحن عندنا اكيد مدارس الموسيقى واساتذة الموسيقى، نحن موجودين عندنا، موجود عندنا مكان كامل لدراسة الموسيقى ودراسة الشعر وكل شيء، ونحب اصلا انه نحن نديره في مهرجانات تمام. نحيوا بها الاصوات، نحيوا بها الشعراء، فهم؟ فنحن جيل الابداع طبعا يعني بيجي من الناس القديمة اللي عندها خبرة اكثر. ويعني والابداع ده دايما فيه تطوير بس بشكل مستمر. اكيد اكيد، سواء هنا او برا، فهمت كيف؟ لكن كل ما صار مهرجان ويجمع بين الدول العربيه كلها، كل ما زادت ارتقت اكثر، كل ما زاد التعارف على الناس اكثر، كل ما بان